قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله. قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وهم اليهود، والأحبار هم علماؤهم، والرهبان هم عباد النصارى، فالنصارى اتخذت الرهبان أربابا من دون الله، واليهود اتخذوا الأحبار أربابا من دون الله. وقد روي بسند ضعيف أن النبي أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: ألم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. والحديث ضعيف الإسناد في سند غطيف بن أعين وهو متكلم فيه والراجح ضعفه، وله شواهد أخرى ضعيفة، لكن معنى الآية قائم بذاته. ولقد قال الجمهور من المفسرين بمثل الذي ذكر في الحديث من معاني الآية الكريمة، والله تعالى أعلى وأعلم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا.